حاجة خاصنا نتفاداوها في خلال لحظات الإفطار في شهر رمضان هما السكريات السريعة ولا السكريات البسيطة اللي كيطلعوا لنا مؤشر سكر في الدم. وهاد السكريات كيكونوا في السكر الأبيض، في الخبز الأبيض اللي هو الفورس، في المشروبات الغازية، في المشروبات في الأواصر أون جينيرال. وثاني حاجه خاصنا نتفاداها هما المقليات وكاع المعجنات واي حاجه كتحسنا بالتخمه خلال لحظات الافطار.